روى ابن قولوي رحمه الله يقول، طبعا توجد أكثر رواية في الباب، وأنا أذكر أهم هذه الروايات. روى ابن قولوي: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبي عن مروان بن مسلم عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يا ابن رسول الله، رواية معتبرة، أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أكان إسماعيل ابن إبراهيم؟ فإن الناس يزعمون أنه إسماعيل ابن إبراهيم. فقال عليه السلام: إن إسماعيل مات قبل إبراهيم. طبعا في كتب أخرى إن إبراهيم عليه السلام مات قبل إسماعيل، وهذا الصح، اشتباه في النسخة في العلل، إن إبراهيم مات قبل إسماعيل، وإن إبراهيم كان حجة لله قائما صاحب شريعة، فإلى من أرسل إسماعيل إذن؟ شنو مقصود الإمام عليه السلام؟ كأنه بيقول إن الله عز وجل إسماعيل عليه السلام نبوته تابعة لنبوة إبراهيم، فهو ما أرسل إلى ناس، يعني إبراهيم عليه السلام كان مرسل إلى ناس، فإسماعيل من بعده ظل على نفس هذا، فما يقال إنه رسول. الآية شو تقول؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وضحت؟ فالإمام عليه السلام يريد أن يقول أن إلى من أرسل؟ واضح؟ قلت: فمن كان جعلت فداك؟ قال عليه السلام: ذاك إسماعيل بن حزقيل النبي، بعثه الله إلى قومه فكذبوه وقتلوه، فقتلوه وسلخوا وجهه، فغضب الله له عليهم فوجه إليهم، هكذا موجود، أسطاطائيل، أو بدون همزة، سطاطائيل، هكذا موجود، ملك العذاب، فقال له: يا إسماعيل، أنا أسطاطائيل ملك العذاب، وجهني إليك رب العزة لأعذب قومك بأنواع العذاب. فقال له إسماعيل: لا حاجة لي في ذلك. فأوحى الله إليه: فما حاجتك يا إسماعيل؟ قال: يا رب، إنك أخذت الميثاق لنفسك بالربوبية ولمحمد بالنبوة صلى الله عليه وآله ولأوصيائه بالولاية، وأخبرت خير خلقك بما تفعل أمته بالحسين بن علي عليهما السلام من بعد نبيها، وإنك وعدت الحسين عليه السلام أن تكره إلى الدنيا حتى ينتقم ممن فعل ذلك به، فحاجتي إليك يا رب أن تكرني إلى الدنيا حتى أنتقم ممن فعل ذلك بي كما تكر الحسين عليه السلام. فوعد الله إسماعيل بن حزقيل ذلك، فهو يكر مع الحسين عليه السلام، مقصود الرجعة. توجد رواية أخرى بالسند عن أبي عبد الله عليه السلام
أن هذه حسب ذاكرتي، هنا السند في شيء بس في الكافي سند معتبر هذه الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إسماعيل الذي قال الله تعالى في كتابه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، أخذ فسلخت فروة وجهه ورأسه، فأتاه ملك فقال: إن الله بعثني إليك فمرني بما شئت. فقال: لي أسوة بالحسين بن علي عليهما السلام. طبعا هذه الرواية أكثر من رواية يوجد، يعني روايات متعددة فيما يتعلق بإسماعيل بن حزقيل عليه السلام. والأمر الذي يلفت النظر في المسألة هو رغبته أن يكون مع الحسين عليه السلام، رغبته أن يكون مع الحسين عليه السلام. هذه الرغبة تعبر عن حالة إيمانية خاصة، وهي شنو؟ وحدة أهداف وميول وتوجهات الأنبياء والأئمة والصالحون عليهم السلام. دائما المؤمن يحب أن يشارك أخاه في الخير فضلا عن مشاركة الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيما كانوا عليه. في الحسين عليه السلام من الخصال التي بنى صلوات الله عليه عليها، وكانت ظاهرة في سلوكه عليه السلام، هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الزيارة، إحدى الزيارات، تقول الإمام عليه السلام: أشهد أنك قد حللت حلال الله وحرمت حرام الله، وأقمت الصلاة وأمرت بالمعروف، وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. هذا الشيء، هنا يأتي السؤال الوارد اللي المفروض نطرحه على أنفسنا: هل لنا من الحب للحسين عليه السلام والتعلق به عليه السلام ما يجعلنا نرغب في أن نشاركه فيما سعى فيه؟ هذا جدا مهم. عندي رغبة وسعي وميل في أن آمر بالمعروف في إطار ما أمر به الحسين عليه السلام، في أن أحلل حلال الله وأحرم حرام الله تبعا للحسين عليه السلام وتبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله. أريد أن أشاركه عليه السلام، أريد أن أدافع عنه، أريد أن أكون معه. أكون معه في إيش؟ في دعوته، في ما دعا الناس إليه. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين عليه السلام. سؤال أحب أطرحه على نفسي وعلى أخواني: هل إحنا فعلا نعيش أهداف الإمام عليه السلام وأولوياته لو صح التعبير، وما كان يدعو إليه ويسعى إليه ويتحرك فيه أم لا؟ لما أشوف حرام قدامي، أشوف غلط، أو لا سمح الله أنا أقع، استجير بالله في شيء، كيف يكون أمري؟ هل أنظر للحرام أنه فعلا حرام ويجب أن يحرم الحرام في الأرض؟ أشوف الربا في الأرض ضايقني ولا ما يضايقني؟ أشوف الناس تترك الحجاب يؤذيني ولا ما يؤذيني؟ أشوف الناس تتكلم على خلاف ما يرضي الله؟ أشوف الناس ذات عقائد فاسدة عن تقصير، هذا يؤذيني ولا ما يؤذيني؟ يخليني أسعى أغير ولا ما أسعى أغير؟ هذا السؤال مهم. خل نفكر في المسألة ونراجع أنفسنا على ضوئها.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.